ابتدى صلح في الدقيقة السابعة كان موفق في اختيار عنوان الألفية الربعمية للألفية، لأن بعتقد إنه ليس هناك مستقبل لأي دولة في العالم من غير ما تعرف مدى تفاعلها مع الثورة الرقمية الموجودة ووسائل الثورة المعلوماتية وثورة الاتصال الحديث. بعتقد كل ما حدث في المملكة العربية فترة العشر سنين اللي فاتوا كان نتاج ثورة الاتصال ونتاج تفاعل الشباب مع وسائل الاتصال الحديثة والسوشيال ميديا، وبالتالي مصير المجتمعات دي كلها أنا رأيي في أحد أركانها مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تفاعل المجتمعات دي مع وسائل الاتصال ومدى ترشيد هذا التفاعل ومدى الاستفادة البالغة من وسائل الاتصال وتجنب الأضرار اللي ممكن تجينا من الانفتاح